قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى مقر الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته لروسيا الاتحادية، حيث كان في الاستقبال سعادة السيدة فالنتينا ماتفيينكو رئيسة الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي التي رحبت بجلالة الملك المعظم وبزيارته لروسيا. وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بكتابة كلمة في سجل كبار الزوار فيما يلي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية يطيب لنا بمناسبة زيارتنا للجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي أن نعرب عن بالغ الامتنان للدعوة الكريمة من فخامة الأخ الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة روسيا الاتحادية الصديقة، شاكرين ما قوبلنا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من فخامته والشعب الروسي الصديق، تأكيدا لما يربط بين بلدين الصديقين من علاقات صداقة تاريخية وثيقة وتعاون ثنائي بناء على كافة المستويات، بما يخدم مصالحنا المتبادلة ويلبي تطلعات الشعبين الصديقين للأمن والنماء والازدهار، مشيدين بالجهود الطيبة والدور الفاعل الذي تقوم به الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي برئاسة سعادة السيدة فالنتينا ماتفيينكو رئيسة الجمعية لدعم المسيرة التنموية الشاملة في روسيا الاتحادية وتعزيز مكانتها الرفيعة على الساحة الدولية، متمنيا لهذا البلد الكريم وشعبه الصديق السلام والاستقرار والتقدم والرقي. وخلال الزيارة التقى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه برئيسة الجمعية الروسية للاتحاد الروسي، واستعرض معها علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين، مشيدا جلالته بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات المتنامية في جميع المجالات وبخاصة على المستوى البرلماني والديمقراطي وتبادل الزيارات والتجارب والخبرات فيما يخص العمل البرلماني والتشريعي. وأعرب جلالته عن ارتياحه وسعادته للنتائج الطيبة التي حققتها زيارته الناجحة لروسيا الاتحادية ومباحثاته مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، والتي سيكون لها انعكاسات إيجابية على تعزيز الشراكة التاريخية الوطيدة مع روسيا. وأشاد جلالة الملك المعظم خلال اللقاء بتطور المسيرة البرلمانية في مملكة البحرين وبالإنجازات والمكتسبات الهامة التي حققتها السلطة التشريعية في مختلف أوجه الحياة لكل ما فيه رفعة المملكة وتقدم شعبها الكريم. كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك. من جانبها أعربت رئيسة الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي عن شكرها وتقديرها لحضرة صاحب الجلالة رعاه الله على زيارته الكريمة لمقر الجمعية، مثنية على دور جلالته في توطيد العلاقات الثنائية الطيبة والارتقاء بأوجه التعاون المشترك مع روسيا الاتحادية في جميع الميادين. وأشادت رئيسة الجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي بدور المجلس الأعلى للمرأة وما حققه من إنجازات وبرامج تهدف إلى رفعة وتقدم المرأة البحرينية.